مالنجرا منو نوركوت نو؟ آه سمن توروان كسرات سمن تورونو بيوتيوب كميليون بلاي نو تملكاتش يا جنيا بس يا تشاركيزي وسطنا بتقبلينات يا جنيا زفن نو أورميا وسط يا مريت نتكا جار تيايزو يتنسا اسكاون درس يا البرد يا حزب تياكين يداسس كبت موسيقى نو تبلو يتامنال نو وي مجمرا نتكاو باهونو بيتشا سايون ببالفونم نو مينس استي اندو سلسو موسيقى تنشتن تنال مجمرا نو وي يا اوكي ምክንያቱም እኔ ያሁኑን ብቻ ሳይሆን ያሁኑ ከተነሳ የመጀመሪያውን ማስተዋወስ ግድ ስለሚል እኔ ከመሃል ላይ ተነሳሁት ምናልባት ነጠቃውን እናንተ ከቡራዩና ወይ ከሱሉልታ ይሆናል ልምጣቀው እኔ ግን ከጉለሌ ላይ ተጀመረው ነው ብዬ ማስበው ጉለሌ ማለት ያሁን አዲስ አበባ ክልል የሆነው ማለት ነው قول لي مالت ود باولوس اكباب يالو اسك 4 كيلو درس اهو محلو نو لالكو ما داون تاون نو لالو كذا نو يتجمرو انغدي باديس ابا وسط يمنورو كتولما غوساوچ وسط نيا يا قول لي نياكا ان غلان نا بيچو ينورو بت ينبر بوتا نو اهو نبرن أني من نبرة بييني زفنكت نبرة قالك نعونا سملتي إياك إيه مطال أهون ما أزاك بابيلو بنورو بزوي أرمينا باهلوج منز أبار ركوبت أرمينا قوان قوان دلبي من نقربت يا أرمو باهل نا سيتوچو اندلب አዲስ አበባ ላይ የሚታዩበት ይሆን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየተከደ ባለው ሁኔታ ከቀጠለ አሁን ተነጠቁ ያልከኝ ሰዎች ጣፋንታቸው እንደ ጉለሌ ጎሳ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ኦሮሞዎች እንደ ያያ ጉለሌ ጎሳ እንደ የካ እንደ ገላን እንደ ናብቹ ነው የሚሆኑት ማለት ነው በዛ ዘፈን ውስጥ ይሄ ደሞ ሮንግ ነው ብዬ ነው ማስበው። ይሄን አይልም ዲቴል መናገር አለበረብኝም ግን ሰው በጣም በስልክም በምንም ስላስቸገረኝ አዎ አንደኛም በዩቲዩብ አድሜ ላንተ ላፍርጠው ብለ ነው አዎ ለከም ነኝ አይደል እንዴ እንደዛ ነው እንግዲህ